تقدمت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بشكوى قضائية إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية، متخذة صفة الادعاء الشخصي تجاه كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً أو ناشراً في قضية الذم والقدح والتحقير والتهديد بالتصفية والافتراء عليها. وعمدت هيفا وهبي إلى نشر التبليغ عبر خاصية القصص القصيرة على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة أن التحقيق رح يكون عبر الانتربول، أي تحقيقاً دولياً. خرج الفنان اللبناني وائل كفوري عن صمته وعلق على شائعة زواجه من المغربية ماجدة أليموس، وقال كفوري بختام حفله الغنائي: قالوا اني تزوجت بس انا ما تزوجت. من جانبها كانت ماجدة أليموس قد اعربت عن غضبها حول ما جرى وهددت باللجوء للقضاء، وكتبت بمنشور عبر خاصية ستوري بإنستغرام: كل شيء تم نشره باليومين الاخيرين عن علاقة بتجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحة. وأضافت بأنه هي منا غاضبة من الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، واللي كانت أول من نشر الأخبار عن توجهها للزواج من وائل كفوري. أنا ما عندي شي ضد السيدة المحترمة نضال الأحمدية ولا مجلة الجرس، عتبي على مصدر الخبر مش عليهم. كشفت الممثلة اللبنانية نادينا سيبنجيم عن تلقي ابنة جوفاني هدية قيمة من لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونشرت نادين عبر تويتر قميص نادي باريس سان جيرمان بتوقيع ليونيل ميسي وعلقت: جوفاني رح يطير عقله بس يشوف المفاجأة من ميسي، تي شيرت باسم جوفاني وممضية منه حبيبة بحب ميسي كتير. ونشرت نجيم مجموعة صور أثناء توقيع ميسي لقميص طفلة، وكتبت من خلال خاصية ستوري عبر حسابه على إنستغرام: جوفاني بالتأكيد رح يبكي، أنا ما قادرة أنطر لأقدم له التيشيرت، يا الله شو حلوة هالمفاجأة، رح يكون كتير مبسوط، شكرا جزيلا ليونيل ميسي. هاجم الشاعر الغنائي فارس اسكندر الفنانة صفاء سلطان بعد أيام من استنكار تصريحاته السابقة حول كيفية صعود النجمات لسلم الشهرة، وقال: اللي فيه شوكة بتنخزه، انتبه، أكتر حدا زعجه كلامي هو أكتر حدا قدم تنازلات بالوسط الفني، والأخت الفاضلة قدمت تنازلات كتير وما وصلت لمحل، أصلاً مش معروف هي شو، فنانة أو مطربة، فعادة تكون ردة فعلها هيك لأنه قدمت تنازلات وما وصلت لأي محل. وتابع: وأصلاً هي آخر وحدة بتحكي عن الاحترام، بدي أسألها ليش شلت حجاب بنتك بعد ما بنتك اختارت تحط الحجاب. وألمح إلى أنه سبب وجود صفاء سلطان بالساحة الفنية بيعود لعلاقتها الخاصة مع نجم كبير، مضيفاً: لولا مصاحبة فنان كبير ما حدا بيطلبك لأي عمل، أنا ما كان بدي رد رغم أنه هاجمتيني من قبل، بس تطلعي وتحكي مرة تانية بدك ترند على ظهري؟ لا يا حبيبتي، وإذا بدك أنا ما بحترم. تحدث الأمير هاري مؤخراً عن صحته النفسية، وذلك بمقابلته الأخيرة، واعترف أنه بيعاني من 4 أمراض نفسية مختلفة، وقال أنه مصاب بالاضطراب ما بعد الصدمة PTSD، اضطراب نقص الانتباه ADD، القلق والاكتئاب، مؤكداً أنه كان بالفعل تم تشخيصه من طبيبه. وكان قد تحدث الأمير عن محاولاته العدة لعدم نقل أي صدمة من طفولته وحياته أثناء نشأته إلى أطفاله، والغريب أنه تلقى العديد من الهجوم من قبل المتابعين ساخرين أنه دائماً ما يطالب بالخصوصية، وبالوقت عينه بيستمر بالتحدث عن خصوصياته بالمقابلات.